أكثر من أسبوعين بعد بدء عملية طوفان الأقصى، وعدد الشهداء يرتفع إلى مستويات عالية، ومجهودات وقف إطلاق النار تصطدم بالتعنت الصهيوني ومباركة غربية. رغم المظاهرات المناهضة للمجازر الإسرائيلية في عواصم القرار الغربية، وكلمة السر هي تضليل الإعلامي. أنا فهد التميمي، واليوم راح أتكلم عن مآلات الأحداث الجارية وإلى أين سنصل. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب مزاجك، وخلينا نغوص في أعماق التضليل الإعلامي. اعمل لايك ومشاركة واشتراك في القناة، وخلينا نشوف الموضوع من زاوية إعلامية. يقول الإعلامي المخضرم أحمد منصور في تغريدة على موقع إكس التالي: رغم هيمنة الصهيونية العالمية على معظم وسائل الإعلام العالمية والعاملين فيها، وكذلك صناعة السينما والعاملين فيها، ومراكز صناعة القرار في الغرب والعاملين فيها لعقود طويلة، وإنفاق المليارات لشراء الولاء وممارسة التضليل الإعلامي وصناعة الأكاذيب والترويج للدعاية الصهيونية على مدار الساعة، إلا أن حجم مقاطع الفيديو التي أنتجتها مؤثرون وصانعو محتوى غربيون لا زالوا يحتفظون بإنسانيتهم ولم تتلوث عقولهم بالدعاية الصهيونية وما تضخه مكينة الإعلام الموالية لهم، نجحت هذه المقاطع في إفشال هيمنة الإعلام الإعلامية الغربية على عقول الناس. وتجلى ذلك في حجم التظاهرات التي اندلعت في العواصم الغربية، لا سيما العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة البريطانية لندن، والتي وصفت بأنها الأكبر منذ التظاهرات التي اندلعت بعد حرب أمريكا على العراق قبل 20 عاما. هذه الملايين التي خرجت ضد ما تقوم به إسرائيل في غزة أثبتوا أنهم لم يخضعوا لهيمنة الآلة الإعلامية الغربية الفاسدة، حيث لم تخرج مظاهرة واحدة مؤيدة لإسرائيل، وكل ما خرج كان ضد إسرائيل وجرائمها. لقد فقدت الآلة الإعلامية الغربية المتمثلة في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المنحازة للصهيونية قدرتها على التأثير المطلق على عقول الناس وترويج الدعاية التي تظهر الإسرائيليين كضحايا وليس كمعتدين. بعدما استطاعت بعض القنوات التلفزيونية التي لا زالت تحتفظ بالمهنية وعلى رأسها شبكة الجزيرة الإعلامية، وكذلك كثير من صناع المحتوى الغربيون الذين قرروا الانحياز للحقيقة والإنسان من تفنيد الدعاية الصهيونية، لذلك حورب هؤلاء من قبل المنصات الرقمية المنحازة للصهيونية من خلال حجب المحتوى أو حذف قنواتهم أو منصات كانوا يخاطبون الجمهور من خلالها. ولعلي أي أحمد منصور أحد هؤلاء الضحايا، بعدما حذفت منصة فيسبوك حسابي عليها بعدما تخطى 5 ملايين متابع، ثم حجبت وصول ما أكتب وما أنشر من خلال الحسابات الأخرى. ولم تعد منصة فيسبوك وحدها التي تحجب، بل أن المنصات الأخرى حتى غير الغربية منها مثل تيك توك بدأت تحظر كذلك وصول المحتوى المنحاز للفلسطينيين إلى الناس بسبب الضغوط التي تمارسها معظم الحكومات الغربية على هذه المنصات، والتي تثبت أن دعاية الغرب عن الحرية الإعلامية هي محض هراء. إن الحرب الإعلامية لا تقل ضراوة عن الحروب الأخرى القائمة على الساحة الفلسطينية، ولعل هذه الحرب أي طوفان الأقصى تكون بداية لنزع الهيمنة الغربية على كل شيء بما فيه الهيمنة الإعلامية. إلى هنا تنتهي التغريدة المقال، وهنا نسأل: كيف تؤثر هذه الطريقة على صناعة الرأي؟ يكفي أن نرى إصرار الصهاينة على انتهاج هذه الفلسفة لنعرف أهميتها. ورغم اعتراضي على استضافة القنوات العربية الإخبارية للأصوات الصهيونية كونها تشتت التركيز عن القضية الأساسية وتحاول تزييف وتمييع الحقائق، إلا أن الأمر ساعد بشكل كبير على فهم عقلية العدو وطريقة تفكيره، وبالتالي مواجهته بسلاحه. باسم يوسف، رغم اختلافي معه، تطبيق عملي لأهمية القوى الناعمة في الانتصار للقضية الفلسطينية. وعلى ذكر القضية، فهي ليست صراع بل مقاومة ضد احتلال غاشم، فنحن نعيش أزمة مصطلحات، ولا ينبغي أن نخضع لقواعد اللعبة الإسرائيلية، بل نحدد نحن قواعد اشتباك خاصة بنا. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تعيد تعريف المصطلحات المستخدمة بطريقة تساند قضيتنا. وأيضا فإن مقاطعة الشركات الداعمة للكيان المحتل سلاح مهم، فلا تستمع للمحبطين، وذلك شأن سنتحدث عنه ذات يوم. رحم الله شهداءنا ونصرهم على أعدائنا، اللهم آمين.